الحوار يهيئ الأجواء حتى النبي إبراهيم صلوات الله عليه لما الله أمر أن يذبح ولده مو وصل ذبح، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر. إذا في تفاهمات حتى الوظيفة الصعبة تكون سهلة بالتوافقات. إحنا في البيت الزوجي إذا ما في حوار ساعات ما في مشكلة نتصور في مشكلة، وساعات في مشكلة صغيرة نكبرها. أضرب مثالين، ما في مشكلة وإحنا نخلق مشكلة. لو جيت للزوجة قلت لها أم فلان الليلة منروح بيت الوالد، قالت لا يا أبو فلان أنا جاي وجع راس ما بروح. هذا أنتي قولي ما تحبين أهلي، من أقول منروح بيت أهلي قلتين وجع راس وقلتين كذا، قوليها صريحة ونتزاعل وارفع صوتي وكذا. بينما بعدين جيت بتحاور ياها، قالت أبو فلان تسمح لي أقول وجهة نظري؟ تفضلي. أنا اليوم من المدرسة إياي وجع راس، اسأل مدرسات اللي إياي كلهم بيقول لك زوجتك اليوم مريضة، خفت أروح إياك بيت أبوك وقعد من ألم الراس ساكتة تقول أمك وإيش فيكم متهاوشين، خفت يأخذون معاني غلط، قد ما بروح الليلة ليلة ثانية. ها كذي يعني إيه؟ أنا اعتقدت ما تحبين أهلي. لا داني أروح إياك وبروح باكر. شوف الحوار بيّن أنه ما في مشكلة، أنا كنت أتخيل وجود مشكلة. ساعات المشكلة صغيرة بالحوار تحل. الحوار طريق عقلاء، يعني المسألة مو مسألة قط وقط كل واحد يرفع صوته اللي ينسحب أوله، واللي مي قطط، إحنا بشر عندنا عقول. واحد يقول أنا أتحاور يا زوجتي ما نوصل لنتيجة بعض الأحيان، إيه مقتنع برأيي أنا مقتنع برأيي. مو دائما الحوار يغير قناعات، لو الحوار دائما يغير قناعات شاقنا مراجعنا قعدوا يا بعض وطلعوا فتوى واحدة، يقولك إحنا قعدنا أدلة أراها ضعيفة هو يراها مستحكمة، بعد الله خلق عقول مختلفة. فالحوار مو لازم يودي إلى اتفاق، لكن إذا كان الحوار ما اتفقنا أقول له شوفي هاي بيت زوجي سفينة، إن ثقبتين وأنا ثقبت غرقنا، هالمرة أنا أتنازل لقناعتك وباشر تتنازلين لقناعتي. ترى النبي صلى الله عليه وآله في وقعة أحد قناعة الحرب تكون في المدينة، الشباب قالوا برا، النبي قال شباب كذا أنا أتنازل عن رأيي، وهو العصمة هو المعصوم وهو القائد، وتنازل عن رأيه وخرج للحرب. التنازل يخلي القلوب تحب بعض، المودة تبقى. إذا زوجتك تشوفك إلا أنت صح عنزة وإن طارت ترسل إلى قلبها أنك ما تحترمها ولا تحترم تفكيرها ولا عقلها، تكرهك مع الوقت، لأن القلوب كما جبلت على حب من أحسن جبلت على بغض من أساء إليها.